عام العروسة ديالي، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله وتكونوا على خير وبخير. ومريم من قناة مريم تي في، جيتكم بعض النصائح كنتمنى تفيدكم. نبدأ بالصلاة على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول لكم البنات الكمال لله، ما تحاولوش تعملوا واحد الحوايج فوق الطاقة ديالكم، عملوا ما هو مهم وخليوا الباقي على الله سبحانه وتعالى، وغادي إن شاء الله يدوز كل شيء على خير وبخير. بالنسبة للبنات اللي تخطبوا وحددوا يوم العرس وشبرت الصداق ديالها، لازم أنها تخرج في هذيك الأيام تشري الشوار ديالها بكل هدوء وكل فرحة، وهي كتختار كل شيء، ما تحاولش أنها تخرج وهي معصبة، باش كل شيء يدوز على خير وبخير إن شاء الله. تحاول في هذيك الأيام كذلك تشوف الزينة ومولات الكاميرا ومولات يعني دي جي أو المجموعة الموسيقية. الزيانة لازم انك تكون اخترتي شي وحده اللي يشكروها الناس بزاف واللي حسنتينا يعني كتعجبك بزاف وكترتاح لها بزاف. مولات الكاميرا لازم هذه ضروري انك تتفاهم معها على السوايع، على التصاور واش اجدي ولا لا، ولازم تردوا بالكم من واحد الحاجه انها وتاكدوا عليها انها ترسلكم وحده محترفه في التصوير، ماشي هاويه ترضى لكم باش تصور العرس ديالكم، لان هذيك ليله العمر وخاصها تبقى معكم دائما، توريدوها يعني توريوها لولادكم وحفادكم. ضروري يكون التصور اجدي وحده محترفه، والفيديو حتى هو يكون صافي واضح مزيان. بالنسبه للمجموعه الموسيقيه لازم انكم تفهموا معهم حتى هما وتكتبوا لهم لا ليست ديال الاغاني اللي غادي بغيتوا تسمعوهم، لان كل منطقه والاغاني اللي كيعجبوها. نزولوا علينا هادشي هذا كامل باش كنرتاحوا، نعربنوا على الحلوى على اي حاجه يعني كتكون ثقيله علينا، هادو نزولوهم علينا. ملي كتبقى لنا 3 شهور ولا شهرين للعرس، نحاولوا نبتعدوا على القلق والاعصاب، هادو هما اهم حاجات اللي كيخرجوا على الراحه العقليه والجسديه ديالنا، هو الاعصاب، حاول انك تبتعد عليها. من بعد ان شاء الله حاول انك تبتعد على الاقل شهرين قبل تبتعد على المكياج نهائيا. حاول انك تعود نفسك بالخلطات الطبيعيه الوجه ديالك، وعملوا روتين يومي او شهري. واذا كانوا في وجهك حبوب، حاول ما امكن انك ولازم انك تزور طبيب يعني مختص ديال البشره، ما تعمل حتى شي خلطه قال لك شي واحد. ولا كنتي من السيدات المحجبات، من اللي تكون خارجه حاول ما امكن ما تزيرش ديك الشان على الوجه ديالك باش ما كيخليش الفرق يعني الاسود والابيض في الوجه ديالك. ضروري ملي تكون كتخرج واقي الشمسي، ضروري ومؤكد. الا كنتي فيك القاعده ديال كتاكل ظفرانك، حاول انك تقطع هذيك القاعده في مره. والا كان العرس ديالك مور الصيف، حاول ما امكن ما تمشيش للبحر باش ما يعني باش ما تكحلش اولا باش ما تحمرش بزاف. نجيو من الشعر، يعني الانسان اللي باغا تبدل من الكولور ديال الشعر ديالها، ما تنساش البشره ديالها واش بيضاء ولا سمراء، وشني غادي يجي معاها. وحتى الا كنتي غتصبغ، صبغ قبل يعني ديك شهرين، باش حتى الا ما عجبتكش الصباغه بغيتي تبدل عندك وقت فين تبدل، ماشي حتى كتبقى لك جوج سيمانات ولا سيمانه الاخرانيه عاد نوض تصبغ شعرك، ولا ما خرجش ديك شي هو هذاك، يعني كتكون مهم فواحد الفوضى اللي عارمه دائما. بنات ديك شهرين اللي كتبقى لك اولا 3 اشهر بالخصوص اللي كتبقى الاخيره حتى يجي العرس، ضروري انك تعمل فيها كل حاجه ما يعني باقا ما عملتيهاش وتساليها عليك، باش ملي كيجي ديك الشهر الاخير كيبقى لك كتكون مرتاحه وبزاف. ولا كنتي غادي تعمل صبيغه من الشعر ديالك، ضروري عملوا على الشعر يكون يعني ما مغسولش، حاول ان ما تغسلوش عاد تمشي تعمل صبيغه، لا خلي شعرك هايدك يعني يكون ماشي نقي، لان عاد تكون واحد الطبقه دهنيه في الجلد ديالك، حتى ديك برودوي شيميك ما ياثرش على الجلد ديالك. وملي تعملها وتالي عاد غسله. هذه نصيحه البنات من العرايس اللي مقبلات على الزواج، وضروري تعتني بالاسنان ديالك ورائحه الفم. كاينه خلطات طبيعيه حتى هما كاينين، يعني عملهم فيك شهرين وثلاث شهور، حك سنانك في الصباح وبالليل، وخلطات باش تزول رائحه الفم. او ليلة كانت لات تمريطه، حاول ما امكن تاخذ شي حاجه من الفرماسيان اللي غادي تزول ديك الرائحه هذيك.
واهم حاجه اللي غادي نعاودها لكم دابا هو القلق والاعصاب. حاول انك ما تقلقش وحاول انك ما تعصبش. الله يكمل عليكم بالخير. كنتمنى تكون هاد النصائح فاتكم ولو غير شويه. هادو تجارب من بعض الاخوات اللي انا عطيت لكم اللي مروا بها حتى هما وقعوا في هاد الاخطاء هادي كامله. يكمل عليكم بالخير والله يرزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله. والله يكمل كل شيء على خير.